مشاهدي تونسيين امريكا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. متواجدين في السوق المركزيه بمدينه قفصه اليوم، نتابع اسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء. الخضره الخضراء اليوم اسوامها في 600 ملي، من المعدنوس، السلك، الكرافس، هذايا البسباس على الكيلو على 2000، هذايا السلطه 15% الجدره، هذايا السلطه السامريا واللفت على 15%، البصله على 12% بالربطه، هذايا اسعار الخضر. اليوم البطاطا على 15%، البطاطا هذايا الفلفل الحار الحار ب 13%، الطماطم على 2500، هذه الاسعار تشوفوها قدامكم، اسعار الخضر المتوفره في السوق المركزيه وسط مدينه قفصه. هذه الاسعار، نواصلوا رحلتنا في المرشي قفصه باش نشوفوا اسعار الخضره والغله قدامكم هنا في المرشي. نشوفوا اسعار الخضر والغلاله، ونشوفوا الدنجال على 13%، الفلفل الحلو على 2500، هذايا الكورجيت على 2850، الفقوس على 1680، هذايا البروكلو على 2500، الطماطم على 2000 ملي، هذايا تقريبا الخضر اللي متوفره هنا في السوق المركزيه بمدينة قفصة، اللي تقريبا اللي لاحظوه اليوم هو انه البطاطا غير متوفرة، البطاطا غير موجودة حسب عبد الحميد، البطاطا مش موجودة اليوم، يقولوا انه يفسروا انه البطاطا علاش الاسباب، انه البطاطا غير موجودة باعتبار انها يعني ناقصة شوية اليوم البطاطا. نمشوا للدقله اليوم في مرشي قفصه، هذه التمور الذهبيه الدقله. صباح الخير، صباح لباس على 4800 في الساشي، هذايا 2800، او تشوفوا الاسعار العرجول. نمشوا للغله، نواصلوا الكليمونتين على 5000. صباح الخير، صباح لباس 5980 الكليمونتين، العنبه ب 4480، النجاس على 5980، الرمان الجيبسي على 1980، هاو تشوفوا الأسعار قدامكم، التفاح على 5980، الكليمونتين على 5980، النجاس على 5980، والعنبة 4480. صباح الخير، والبنان 7780، او تشوفوا اسعار قدامكم، هذه اسعار الخضره والغله اليوم في مرشي قفصه. تشوفوا قدامكم اللحوم الحمراء 23، العلوش العجل 23، العلوش ب 30000، والهبره عجل ب 30000، هذه تقريبا اسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء اليوم في 25 اكتوبر 2022. الحركيه مازالت ناقصه شويه هنا في السوق المركزيه وسط مدينه